بسم الله الرحمن الرحيم. ابن ابن ندور في روافد، بروح على بوابة روافد التعليمية على بين ما تحمل الصفحة وتفتح، تصير عنا اللي هو البحث عن اسم المعلم اللي هو مها شقلية. موجود أنا اسمي على روافد مها شقلية، مهدي محمود شقلية من السمور. الآن بتفتح اللي هو الملف اللي موجود وكم ملف عندي من هذه، من خلال هاي الفقرة، من كل الملفات اللي رفعناها بالتدرج 2 3 لحد ما نخلص كل الملفات اللي موجودة باسم داخل موقع روافد التعليمي، وخاصة مواضيع الكتاب الرقمي.